ويا هلا فيكم مستمعينا، رجعت لكم مع ضيفي المميز عبد الله شبلي. طبعا بعد شوي بنتعرف اكثر على تفاصيل مسابقتنا اللي هي مسابقه زمن التسعين، بس الحين شوي نتعرف على عبد الله. عبد الله مثل ما قلت ان ما شاء الله عليك يعني توليفه مميزه وحلوه، فخلينا شوي نتكلم عن المسرح، لان انا شفت لك وايد مشاركات ما شاء الله. تكلمنا اكثر عن التمثيل المسرحي وكيف بديت فيه وكيف عرفت ان انت تحب هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا المسرح مثل ما معروف ابو الفنون، يجمع اكثر من فن. حقيقه انا من بديت في المسرح اول ما دخلت كليه علوم تطبيقيه بصحار، حسيت نفسي تايه في البدايه. احد من الزملاء قدمني الى المسرح، قال لي روح المسرح جرب وشوف نفسك فيه يعني. فاستقبلني احد المخرجين، تحية له من هذا المنبر، استاذ احمد العويني، مخرج وممثل رائع على الخشبة. طبعا في البداية لما استقبلني ولما شافني يعني انا ما شفت نفسي اني انا اصلح الخشبة، اني انا اصعد على الخشبة وامثل. اقول شو يسووا هذه لميانين، الوضع ما 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 ما, ما في البداية كان غريب عليك. غريب علي، كنت ما معتاد على هذا الوضع. بعد ذلك مثلت اول مسرحية، قال لي انت بديش اول مسرحية معانا، بس ما خليك كومبارس. يعني كومبارس يعني مش ممثل رئيسي. ما ممثل رئيسي ولا ثانوي، كومبارس من المجاميع يعتبر. فدشيت انا مسرحية مجاريح في 2012، كان في مهرجان مسرح الكليات العلوم التطبيقية. كنت بس أدخل أصعد فوق واحد، أركب فوق كتفه يعني وأطلع فقط. أوكي. بس يعني حتى هذا الظهور مهم، يعني يسوي شيء في المسرحية. بس من هذا الظهور أنا اكتشفت نفسي. أيوه. من هذا الظهور الناس ضحكت أول ما صعدت، قلت كلمتين ضحكت الناس، فأنا شفت نفسي إنه يعني المسرح كذا، يعني هذا أجواء المهرجانات، هذا أجواء المسرح. هذه أول خطوة كانت لي. بعد ذلك قلت أنا بمشي في المسرح وببدأ أمثل. أيوة. شخصيات ثانوية أو أساسية. في السنة اللي بعدها مسرحية وطر، كانت من إخراج أيضا أستاذ أحمد العويني، مسكت دور بطولة، هو دور مينون، دور الدفتر، يعتبر شخصية يعني شخصية مينونة. أيوة. في على الخشبة، وشخصية خوافة، فالخوف دائما الخوف مع يولد كوميديا. صح. فكان دوري بسيط جدا، صحيح انه شخصيه بطوله او دور اساسي، بس كان ادواري بسيطه. انا اكتشفت نفسي في هذه الشخصيه، مثل ما يقولوا ما تركت المجال للمخرج، انا طلعت نفسي. ايوه. عطاني مفاتيح المخرج، قال اشتغل عليها. ايوه. فاشتغلت على هذه الشخصيه، يعني هنا كانت انطلاقتي. الحمد لله رب العالمين فزت افضل ممثل. أيوه. على مستوى الكليات الناس بدت تعرفني، الناس بدت تقول انت ممثل على الخشبه، تصلح على الخشبه. بعد ذلك انطلقت من هذه المسرحيه، انطلقت وبديت امثل ادوار بطوله، صرت اخرج مسرحيات، امسك مسرحيات. ولله الحمد. الحمد لله. واخر مسرحيه اتوقع هي اللي قفص، صح؟ اخر مسرحيه كانت قفص. أيوه. ما قفص، قفص كانت بالمغرب. قدمنا في مهرجان المسرح الدولي وتم تكريمك هناك. الحمد لله رب العالمين، فزنا المركز الأول وأيضا أفضل إخراج فزنا في المغرب على 7 دول. إسبانيا، الجزائر، مصر، يعني نافسنا دول مش سهلة. صح. في مجال المسرح. وانتم مو بسهلين. الحمد لله رب العالمين. العمانيين مو بسهلين. ما سهلين في المسرح العمانيين. الحمد لله رب العالمين. الله وفقنا. رجعت من المغرب ايضا، بعد ذلك شاركت في مهرجان مسرح الجامعه في دورة السابعه. ايوه. كنت انا اشتغل سابقا اصلا بروفات، جات المشاركه كذا فجاه في المغرب، رحت وبعد ذلك رجعت كملت مهرجان المسرح في الجامعه، والحمد لله رب العالمين ايضا بزت جوائز الحمد لله. يعني ما شاء الله، بالرغم يعني من الانجازات هذه في التمثيل والمسرح، بس عبد الله عنده شيء وايد حلو، انه هو مدبلج اصوات كرتونيه.
الحمد لله رب العالمين. وهذا الشيء اليوم نحن نستغله في مسابقة زمن التسعين. خلاص نستغله 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 ليش ما نستغله؟ خلاص تم. ودام عبد الله تعنا ويانا من أصحار وحي الله بأهل أصحار، أكيد اليوم لازم استغلال على الآخر. تحية لأهل أصحار كلهم. تحية طبعا. أحييكم أهل أصحار كلكم، تستاهلوا. على الرأس والعين طبعا أهل أصحار وكل أهل السلطنة. زين عبد الله خلينا نخبرهم مسابقتنا، مسابقة زمن التسعين. الله يسلمكم، عبد الله بيقلد شخصية كرتونية بيقولها بصوته، سواء كنتوا تتصلون على 24924 أو على رقم الواتساب 9479975 تخبرونا منو هذه الشخصية اللي عبد الله قاعد يقلدها. طبعا الناس اللي بتشارك وبتجاوب إجابة صحيحة أكيد في نهاية الحلقة لهم جائزة قيمة من الله. الشبيبة فم الله جائزة، يعني في جوائز طبعا، يعني اللي شاركوا يعني يحصل جوائز مش الفاضي. شاركوا كلكم شاركوا. طبعا اللي بيتابعون عبد الله لا تقصرون بالمشاركة، لا شاركوا حتى إن إحنا تقدروا تشاركوا، يعني عاد الأمور طيبة. زين عبد الله عطنا أول شخصية. أول شخصية، أول شخصية نستقبل عليها الرسائل والمكالمات أيضا. يلا بسم الله نبدأ بأول شخصية إن شاء الله. حبايبين القلبي، طبعا اليوم مثل ما تشوفون مستضيفينا في استوديو الشبيبة اف ام مع المبدعة فاطمة البلوشية. طبعا حبايبين القلبي عندنا مسابقة، وش مسابقة زمن التسعين حبايبين القلبي، انتوا شاركوا في مسابقة في جوائز ايضا، يعني تقدروا تنورونا على الارقام التواصل وايضا الواتساب. صح. ممكن تشاركونا. صح مثل ما قال بس ما